الراديو 90 90 هواها مصري. طيب واحنا في الفصل اللي فات كده يعني انا اخدت لي جوله على الترندز والحاجات المختلفه الموجوده برضو كمان على تويتر، فلقيت حاجه كده يعني شويه تحسها ايه مستفزه الى حد ما، لكن تعالى اقول لك عليها ايه الحكايه. في احدى الشركات الكبرى والشهيره للازياء والفريده كمان، يعني اللي هي دايما بتصنع حاجات بقى يعني تقلب العالم والحاجات دي كلها وتعمل خطوط موضه مختلفه، والمتخصصه في تصميم الاحذيه الجديده، ماشي ركز بقى في اللي جاي، قالت او نزلت النهارده تصميم جديد لحذاء فريد من نوعه، وقال ان هو دي الموضه يعني او ده الجديد بالنسبه لهم. والفكره بتاعت الحذاء ده او هو كوتشي مبدئيا، كوتشي عادي جدا، كوتشي يا باشا، كاوتش كده سميه زي ما تسميه. الكوتشي ده فكرته انه يعني اول ما تشوف الصوره بتاعته، يعني احطها لكم دلوقتي كمان على الهاشتاج، ان هو كوتشي قديم مطرب متقطع، او يعني مش بلاش متقطع، يعني هو تحس ان هو يعني انت مشيت بيه في تراب كتير، انت الموضوع ده المفروض ان ده الموضه بتاعت الحكايه دي، وانه جديد، وهو ده الديزاين الجديد او التصميم الجديد اللي هم بيطرحوه للاسواق وبيقولوا ان ده هيقلب الدنيا يعني والكلام ده كله. تمنه كام؟ ركز بقى في الحكايه، اه ركز بقى، مش مهم شكله ايه، شكله حلو او دي الموضه موافقين، بكام؟ بيتقال انه يصل سعر هذا الحذاء ل $800، 800-870 على حسب انت وشطارتك، يعني هتلاقيه يعني في الرينج ده، يعني تيجي بقى تشوف المصري تلاقيه 14-15، يعني هتلاقيه حاجه جميله كده. لازم تشوف الصوره، يعني لازم تدخل على الهاشتاج دلوقتي وتشوف الصوره، لان انت لما تشوف الوان الحذاء ده هتلاقيه انه كانه قديم جدا جدا يعني، وبيتقال انه الموضه بتاعته ان ده بنرجع للسبعينيات والكلام ده كله، لكن انت ما تشوف هتلاقي ده كوتشي قديم عندك انت بقالك فتره ما لبستوش عادي، وممكن يبقى مقطوع، يعني هي دي الموضه بحوالي $800.